ايه الميكس اللي في انتصار ما بين اسكندريه والصعيد؟ ايه الحته الصعيدي اللي عندك؟ يعني الحته الاسكندراني كلنا شايفينها، ايه الحته الصعيدي اللي عندك؟ احب اعرف ايه الحته الاسكندراني انت شايفاها فيا. خفه الدم، صح، الروح الحضره، الانطلاق، صح، حب الحياه، صح. برافو عليك، ده طبع الاسكندراني باين ده. ايوه طبعا. وما بتسيبيش حقك. اسكندريه برضه. اسكندريه طبعا. والصعيد برضه. والصعيد الصعيد ما الصعيد بقى بيتهيألي ده اللي دب 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 دب. لما تلاقي حاجه بتقعد تنطلك من الماضي وتطلع لك وتقعد تطلع في دماغك كل شويه، بتتعاملي معاها ازاي؟ اكروشها. حاجه ما انتشتيها وعماله تطلع لك. اكروشها ازاي؟ اكروشها يعني ما يعني تطنشيها. تطنشيها، انزلها، تنطريها من على دماغك. وده عايز ثقه بالنفس. يعني انك تعرفي ان المشكله لما تحاول تبقى اقوى منك، حاولي انت تبقي اقوى منها. انت مكانك ورا، ايه اللي جابك قدام؟ اصل انا بفرض نفسي عليك، انت بتفرضي نفسك عليا ليه؟ انا رميتك من ورا من 3 سنين او 4 سنين، ليه بتنطي كل شويه؟ مونولوج التحول في حياه انتصار، اللحظه اللي فيها شخصيتك اتغيرت، بقى فيها طباع شبهك اكتر زي دي. يعني بقيتي بتمنتجي كتير، بقيتي عارفة سكتك، بقيتي عارفة بتقفي عند ايه وبتعدي ايه، بتدوسي عليه. اللحظة اللي تحولتي فيها للشخص ده. لا انا من يومي كده. من وانتي صغيرة؟ مولودة كده؟ مولودة بجد؟ مولودة كده؟ حتى لما تقابلي زمايلي اللي كانوا معايا في الكلية يقولك انتصار الزرزورة. مفيش موقف في حياتك قررتي فيه تتمردي وتبقي انتصار؟ انا متمردة دايما من صغرك؟ انا متمردة دايما وانتصار دايما. طيب البنت ما بتختارش ابوها والاب ما بيختارش بنته. اب حافظ للقران زي ما قلتي وزاهد في الحياه وسعيدي. وبنت عندها طموح وعايزه تبقى ممثله، ده ما كانش عامل اي نوع من انواع المشاكل في حياتك ولا اضطريتي تتمرضي؟ لا انا عايزه اقول لك بقى معلومه عن الصعايده كل الناس مش عارفاها. انا صعيديه على فكره. ايوه كمالي. الناس فاكره الصعايده ان هم مقفلين ومش مؤمنين بحريه المراه ولا قوه شخصيه المراه. الصعايده كم التفتح العقلي والنفسي اللي عندهم غير عادي. الستات في البيوت في الصعيد بتحكم وتؤمر. الجدة في الصعيد دي، الجدة دي بتحكم على رجالة تحت منها كده. مفيش في الصعيد تشدد على الطلاق؟ لا لا لا، مضايقك مزعلك ده يطلع عينه. انت ازاي تجرؤ وتزعلها؟ ست غالية جدا هناك، ليها قيمة. هم في مفهوم غلط اللي هو بيتصدر في الدراما بس هو مناطق يعني ومناطق. لما لقوني مناطق ومناطق، مفاهيم ومفاهيم، مش كلهم زي بعض، مش كل المناطق زي بعض في الصعيد. بس كلهم عندهم احترام للست. لا هي الست هتفرض احترامها كده كده في اي حته. لا بس في الصعيد يعني ليها وزن. الست المصريه هتعمل اللي هي عايزاه مكان ما هي عايزه. بس في الصعيد انا قصدي ان هم فاكرين ان الدنيا مظلمه تحت. الدنيا مش مظلمه خالص. وفي الصعيد بيسمعوا كلمه الست، يعني يسمعوا رايك. مش لا انت هتتجوزيها، هتتجوزيها مش هتخرجي. بالعكس بيسمعوا رايها. يقول لك هي مش راضيه، هي مش حابه، هي ما بدهاش تعمل كذا. ده انا عايزه اقول لك ان اللي فرحانين بيا اهلي اللي في الصعيد. بس والدك ما كانش رافض خالص؟ عمره ما رفض ولا رفض؟ لا في الاول كان متخوف ومش حاسس ان انا ممكن انجح في الموضوع. لكن لما بدا بقى يشوف اخبار في الجمهوريه، كان زمان جمهوريه واخبار واهرام، لما بدا يشوف بقى اخبار وكده بدا يقول ايه ده، دي بتتصور و تطلع في مش عارفه ايه. بدا يحس انك قادره، انك عارفه. وبعدين هو من وانا اصغر كبيره. فهو من الاول مربيني ان انا انت قويه، انت مش زي التانيين، انت تروحي الامتحان لوحدك، تروحي تجيبي رقم الجلوس بتاعك لوحدك، وتروحي تجيبي نتيجتك لوحدك. ووالدتك كانت داعمه برضو في رغبتك في التمثيل وكانت جنبك وكده؟ داعمه ليا ودعمها واضح. هو دعمه ما كانش واضح. يعني بتحس انه في رفض. ما بيكلمنيش ساعات. فتبقيش فاهمه في ايه الموقف، مش واضح. فاللي هو ايه يعني مش. بس لما بدات الحكايه تبان بقى الدعم بقى واضح. بس خلي بالك هو سيدنا تحمل مسؤوليه اختياري.